هو رئيس أقوى دولة في العالم، وبمركزه يقود الدولة التي ترسم السياسة الدولية وتتحكم بمسار الاقتصاد العالمي. نعم، إنه الرئيس الأمريكي. قوة منصب الرئيس الأمريكي ترجع إلى أسباب تاريخية تتعلق بظروف نشأة البلاد وحرب الاستقلال من الفترة 1775 حتى 1783، حيث وضع الدستور الأمريكي ثلاثة شروط أساسية ينبغي أن تتوافر في من يريد أن يترشح للرئاسة، وهي أن يكون أمريكي المولد وألا يقل عمره عن 35 عاماً، وأن يكون مقيماً في الولايات المتحدة منذ 14 عاماً على الأقل، وأن يعيش فيها بشكل دائم، وتكون مدة الولاية 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. الدستور الأمريكي الصادر عام 1787 ينص على أن الرئيس هو المسؤول الأول عن السلطة التنفيذية للحكومة الاتحادية، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويملك صلاحية منح العفو ووقف تنفيذ العقوبات. الرئيس الأمريكي هو من يفرض حالة الطوارئ في البلاد ويعلن التعبئة في حالات الضرورة، وبإمكانه استخدام سلطته لحفظ النظام بناء على طلب إحدى الولايات، وبإمكانه أيضا استدعاء الحرس الوطني للولايات الأمريكية. من صلاحيات الرئيس أيضا إرسال قوات عسكرية إلى مناطق خارج البلاد لمدة 30 يوما، لكن في حال أراد تمديد مهمة القوات فعليه الحصول على موافقة الكونغرس. ولا يملك الرئيس مبدئيا صلاحية إعلان الحرب، لأن القرار يعود إلى الكونغرس، وفي مقابل كل تلك الصلاحيات بإمكان الكونغرس بغرفتيه الشيوخ والنواب عزل الرئيس، وذلك في حالة إدانته بالخيانة أو الفساد أو أي جرائم وجنح يجرمها القانون الأمريكي.